انا ما نتكلمش على اشخاص باش واحد ما يحس بروحه معني بالكلام نتاعي، لاني علاش انا نشتي الحسنى في المعامله. حتى كي يعتديوا عليكم ناس وتتظلموا تصرفوا بالصبر مع الظالم حتى تقنعوه باللي راه في الطريق اللي ماهوش صحيح واللي معاكم. الاصطدام ماهوش مليح لانه يدير لي فراكتور في لاسوسيتي. لذا الصالحين من العباد اعطاهم ربي قدره في التسامح، قدره في تقبل الخلاف والمخالفه في الراي. هذه اللجنه تاع حقوق الانسان اللي اقترحها انا في البرنامج تاعنا في الشق الاجتماعي. المجتمع فيه ناس صالحين معارضين للنظام كي يكون فاسد ويعرف حقوق الانسان ونقيين ونضاف ومحترمين المجتمع، هذو هما اللي يتخيروا باش يقودوا لجنه حقوق الانسان. علاش؟ ايزون اون انديبوندونس ديسبري، مش موظفين يديو شهريه باش يقولوا كذا ولا كذا، لا لا، هذو ما يخيرهم رئيس الجمهوريه وينصبهم في اللجنه المستقله باش ينبهوه هو.